إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب الوكالة، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. باب إذا أبصر، باب إذا أبصر يعني الوكيل، وكيلك إذا أبصر الراعي، راعي أرق الرعيي هدو أركه، أو الوكيل أما وكيلك أرق وكيلك أها هدو أركه، شاتن شري هدو أركه تموت لمن ليس أو أمامه شيئا شيء ووكيلك يهي يفسد فساد أيه، ومرك ذبح أو شاتدي قوعه، وأصلح ما يخاف عليه الفساد وهو فسادك وغبقينا أو هقاتشيو وناتشيو ما بناتا يمسا ما بنانا قف با وحلو وكي شيء وراعي اللو قد دقا إلا إلا شيئي حولا بلا إلا شيئي اللي حولا هن راع ولا تشوك أما وحيارك على وضياء فسادية سدا فواكه ذوك على خضرواتك وفسادية هذه اللي إلى هسية اللين مركز سوق أريج لا تشوك با نف أريج كم إذا ولا تشوك ولا رعيي أيا جريدي يموت كي كويمي ما جوري عكرة إنتو ندمان هدو جورعه ما هو بنان تهم سواء حنو بنانين أما خضرات بالله وكاشي أو لغو أماني سي أو أكتي ستا الله هذا سيتا الله ويهلابي إن لقد يوبا هتا سوما إيه لون قد الله دهين ما قد كرا مركز سو فساد كي وقا إلاليو إنتا سبب بنان تهم سبب بنانا يعني وحي الله وكاشي أي طلابك القدري لكن طلابته وطلابه وحوانا تشين أهمه يعني طلابه وحمين السماء ما هو بنان تاهي مسوى ما بنانا سياش واسداس. عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب ابن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة ذبحت وأنها ذبحت.
عبيد الله كان عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري، يعني عمر بن الخطاب ويلكيسي عاصم أمباؤه أووؤه أووؤه الله بدبو لبويه حفص، يعني كالليلاد عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري، من ثقات الرواة بكمدها رواة كوضة ثقات أبو كمدها، عن نافع نافع مولى ابن عمر أي كوريي برد نافع عبد الله بن عمر موليه سيوي ومولى القوم منهم فهو عمري أيضا إلا لبا عمريين بأس كورينا سحديك، أنه نافع سمع وهو مغلي ابن كعب بن مالك كعب ابن مالك كعب ابن مالك ويلكي سيبو كورينيا ويلكا وحلاليه جري عبد الله بن كعب كعب بن مالك في آخر عمره عمي وإن دبالي مركا عبد الله كان ودي جري وإن دوءها سيدا درت علمي بدن بكوري أبيه علمي آدو بدن أيو أبيه كوريي. عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب يعني عبد الله بن كعب بن مالك يحدث سبو كشكينية كعب بن مالك نسيد أكتهين يعني مجموعة وحوها لامتحاني ودقالك أحد دقالك أحد ما هي تبوك كهري إعاد الله امتحاني، لكن إلهي سبحانه وتعالى امتحانك كقولي وقرآن كبوله وأماني مؤمنين تي إلى الله يرضى كود دائرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين صادقين تل الشيء كعب بن مالك وكمدها أنه سمع ابن كعب بن مالك يعني عبد الله بن كعب بن مالك يحدث أسوأ كشكين عن أبيه 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 بكوري شر علمك وأنا لازم جري إلا أسقى إن رواها يقعنتها إن جري أنه كعب كانت وحاءها لهم إيجا وحاءها لآل كعب بوشيدا لآل كعب وحاءها غنم أربع لهايين ترعى غنم كاسو ضاقة بسلع ضاقة سلع هو جبل في المدينة جبل في المدينة مساجد كالنبي وحوك حيقا لنا عقل بيتك وما نفقا وحي البوشيرا هذا وما فقا سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يرين عقل بيت كعيقا واجب المعروفة إلى الآن ما يشيبك يا الله إلى الآن ولبا مكة أدبا لودقا بورها كركوض الله لسا لكن بورها مدينة لا مدلسين جبل السلع مدلسين هذا والسيدي السي إنك سوى مدينة مكة كواس أحسن تهي وقام مدينة بوره وكفقيهين للواسعه لدقي لذا لكن مكة وعريدي وبوره ووينه لا دير بوره كركو ذا لدقى مركة مركة صلعي بارق أداقيي فأبصر ذوي أركتي جارية لنا كعب أرني قال كعب فأبصر ذوي أركتي ويوجدي جارية قبر أدون هيد ولنا أن وان لهين بشات خريبي أركتي أرجي كم ده من غنمنا أرجي يجا كم ده موتا موت بك أركتي ريديو دي مانا يسري أركتي فكسرت حجرا مدينة ما هيستو فكسرت حجرا دقحي كالجب السي فذبحتها به دقحي كو قور عذي مرك دقحها دي لتشبيه أفو حولي وحقو قويو دقحي بكو قور عذي مرك مرك وال قور عي مرك دي لقور عي خلاص و و وحوية وحلال لكن كعب كشكيي فقال لهم كعب حؤيري لهم أي لآل بيته آل بيت كسي حؤيري لا تأكلوا هعونيننا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نبيك كويديو وأنا لو أنت النبي قلت أن كويديو أو أمامه أرسل أندره قف أندره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
نبيغا ان اديرو من يساله قف سو ويديه انت انا نبيغا ادين كسو ويدينيو اما ان قف اديريو اوكاديه. وانه كعب سال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ويديي عن ذاك خذا غبدا ادونتا هي غورعدي او ولي بدغخا كو غورعدي لبا شيبا اشكال كو كا ايمانيا وحا غورعدي امراه امراه دون هو ادون هذا ندغخ بي كو غورعدي سوما وصدح الريموت او ان له صلو باهن. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك النبي أرنتاس بوح نكلي ركعب نبي ويديو أرنتا بوحك ويديي أو أمام إيه نكلي رهدو كعب وحود دري أرسل وود دري قف بود دري ويرى النبي سو ويدي النبي جواب تي سوى قنامرك. فأمره النبي وحو أمري إما كعب أو من أرسله يعني هدي كعب ويدينا كعب وامري هدي كلنا عدي ودريب وامري نبي فامره النبي وامري قف كي سؤاش اوكيني باكلها ان لعنه عنا بويري ويدين حلال عنا. قال عبيد الله عبيد الله باوهيري وعبيد الله نافع كورنيا فيعجبني وحاد عجب قليني نعم أد وحي عجب قلنا يي أنها هوين إذا جور عليه هذا أما تنيني أم أدونا هيد وأنها ذبحت إن إذا جور عليه تسبى أد عجب قلي سيبوير وحاكم وقت مركا هذا الكاسنك إلى عبيد الله عرفق مركا جري إن مارت محوها لقت حفودي جري أدوني إني وح جور عدوه قور عيدنا أن لا يسكم أهل لا يجرين مركا وحا حديث كان مركا مغليات بو يعجب قال يا بو يري يعجبني أنها أنا إني أضونا هيت هويني أضونا إني هيت وأنها ذبحت أيدنا أي قور عدي دابا يد النبي ويري كلها عنا إذا وحي أضوني قور عدو أما هويني قور عدو وحلال نعم ما قرانا يعني عرفي غير تاكم أقانا الصومالي عرفي غير ماليضة waxaa haweenku gowracaan in uun laga si looga waxeeyo caruurta waa arki jiray haa caruurta yararka shaki baa laga qabi jiray laakiin haweenka shaki laga qabaa waxay gowracaan curfigaas anaga ma naqaanaano malanay soomaalida ma naqaano laakiin mujtamacaad yaqaanaa jira mujtamacaad yaqaanaa jira. baabun wakaalatu shaahidi walghaa'ibi jaa'iza wakaalatu shaahid أي الحاضر قف حاضرة إيه والغائب قف غائبة وكالة دودو جائزة ويبن انتهي قف مقالة إلى الجوغين وكاشون رهوها وشائقة بو ما ركتا أنا أتشوغة إيه أنا أم قال إنا نرهد قف وحسن كو وكاشي لبضبا وجائز. وكتب عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. وكتب وقري عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر باقري إلى قهرمانه أي إلى خادمه أو خازنه خادم كيسي خازن كراها ايو هيي مملك ايو وحو امري وهو يسقو غائب مقن يعني هدوه عبد الله بن عمرو بن العاص هو مقنا وهو غائب عنه سقو كم مقن ولا جوجين ايو وحو قري ان يزكي انو كزكيه عن اهله اهل كيسي انو كزكيه يعني اهل عبد الله بن عمرو بن العاص الصغير والكبير قف كيري قف كوين با دتك انو كزكيو ايو امري زكاه دتك لا بخي هي مخاي تاهي وصدقه الفطر سوما عبد الله بن عمرو بن العاص هو مقنا لكن قرال بو اوغ تغي وقتي لا غارو رمضان لما تكيسه انو كزكيو
دتكيسي أهل ديسا قف يري قف وينباء. نعم قهرمان كنا وقفك خادم كاهي خازن كاهي القائم بقضاء الحوائج حوائج ثلاث درستي وشقالهم كالي عمل. إذن ويبننت هاي أضو مقن قف إن أدو كالتي دوحي أدقبان لهيت أدو تشوغن واسدو كالي. أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أولاد نك اللي رهضا عثمان نك عبد الرحمن بن عوف إلى حد وحنت صو أرجني إلى صدح من صو أرجني نقص مري ورين أيام. أبو سلمة وكان أبو بضن حميد باجري حميد بن عبد الرحمن ابن عوف وهكلو جري إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف. انتبا أولاد عبد الرحمن بن عوف كانوا من أهل العلم وأهل الرواية ووحل التمنيه. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل نمبا وحاؤها أي دين دين بكرها النبي على النبي صلى الله عليه وسلم دين تمحي هاي جملا له النبي كأما هذي جمل بوكقاتي جملا له مركو ويمد سوى دين تيسي كضل بيا. كان لرجل نمبا وحوها وأها جمل 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 بولها على النبي بكرها صلى الله عليه وسلم. جمل كاسنا سن بول داء معينة سن من الإبل أي له سن معين من الإبل. جمل داء لها خاصة وقيل كمدها بالنبي بكرها صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءه نكي وايمي نبي أيمي صلوات الله وسلامه عليه يتقاضاه أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه. نعم نبي أيمي سوى النبي كويدي سنية نفكي قيله كرها إنه النبي أقده صلى الله عليه وآله وسلم. فقال مركاب النبي يري بعض أصحابه بأيري أعطوه سيا نفكي سجله أجدا وبحين فطلبوا سنه حوله بيكر ديين رتقوا كلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دأدي سي فلم يجدوا ما ينهل له إسقوا ما ينهل دأدي أولها نفكي سي أو كلمه ينهل إلا سنا فوقها يعني دأ كوي ماشو أفرجرها متشنجرها هلا سكون قايمة ما أفرجر قيلة شنجر قيلة سكون قايمة ما شنجر كقايمة بضن هذا قايمة بضن مركب دأ كوين بي هلا مركب أشيغ النبي أي رادين سنجي سمهين دأ دي سمهين دأ كوين بان هينا. فقال مركاس النبي يقول أعطوه سيا دأ دا كوين بو سيا ولا سيا نكي وفرحي أدب وفرحي سواتي تاي نفكو دل بي نفكا في عن بل السي نبي قيب مركو الدعية وحضر أوفيتني يعني أي أعطيتني وفيا شيء وافي هو لما يسترم بعد إسي سي أوفى الله بك إلهي أكو أوفي ودعي. قال مركاب النبي قيري النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم كوين إن كوو خيار سن أحسنكم قضاء كوا إن كوو جديدة وناكسن وي
kuwa markay wax gudayaan xuquuq lagu leeyahay iyo deyn iyo lagu leeyahay markay gudayaan si wanaagsan wax u guda kuwa baa in kugu khiyaasan marka khayrul qawmina waxa weeyaan khiyaarul qawmi wa ahsanuhum sama ahsanun nas وهل هناك شخص أحسن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس قضاء مركا النبي صلى الله عليه وسلم سقو جوغة أو بعض الصحابة بقوة كشيء إن إن كان دينتيسي وسو قدان النبي نوا جوغي إذن باب كوحوها باب وكالة الشهيد والغائب قف جوغة أي قف جوغة كالة وكالة نية قف مقالنا ومن باب أولى ومن باب أولى إنه صو وكاش قف كنت بوابنا انتهي بدك الحديث ك سيانا وحن كفا إذي سنين معنى أنت آدي آدو لطيف هدي حقوق لقول إيه آد قديسو وناج وحقودي دا وناج ما ركتا وأهرجه قفك باب الوكالة في قضاء الديون دين قديد وكالة ما قالي كرتا نعم حديث كهذا نصوى مريوي الحديث كيف يسوع لي إنك سؤال فاديس وكلا دوان في رواية أخرى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضى نمبا النبي قويمي يسوقوا كضلبية إن أقود دين تكولها فأغلظ هذا الكيب أد النبي قوات كيي هذا الكي بو آد النبي قوة كيي فهم به بعض أصحابه فهم به أصحابه أصحاب النبي قوة وحيد دمعين إن إنك أبقى عن قاضان با ويحيى الليان لأنه أغلظ القول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قيبا وحي ردعوه لافا اسكدايا فإن لصاحب الحق مقالا قف قادو صاحب الحق هي كلمه ليه مقال بوليه وفريه سك الساعة ماها كوكو أتكا يا ماها كوش العيل لأنه حق يصيب طلبه يا سما طالب حقه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال مركبه النبي قيري أعطوه سنا مثل سنه دأدي يقول هاي وكلاسية قالوا حير صحابتي يا رسول الله لا أمثل من سنه لا بير هذين إلا أمثل من سنه قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه يعني ما هي إنه دأ ديسة دأ كفي عن بان هينا أكوين فقال مركاب النبي يقول أعطوه سيا فإن من خيار فإن من خيركم أحسنكم قضاء أي فإن أحسنكم قضاء متك إن كجو جريد في عن أيا من خيركم أيا من خيركم نعم إن هذا اسم كيدي أحسنكم وين جرى مجرور كنا وخبر كيدي فإن من خيركم أحسنكم قضاء سذاب النبي كويري ما يسلا قصة مسوى قصة كلا جرتا نمبا النبي قويمي دين النبي ورسانا يي marka hadalku aad ugu adkeeyo wuxuu ku yiri antum bani al-muttalib qawmun muttal ayuu ku yiri marka adukaa dadtiin reer bani abd al-muttalib yani waa nabiga qoyskiisa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dad waxaatiin muttal aha dadka deyntooda dib uga dhiga umar marka jawaab kulul siiyay وير منافق يهو مرسولك إله بس ذا كل هذا عمر مركا نبي عمر وحكيري يا هذا أنا وهو أحوج منك غير هذا أنا جي أصقبا
هذا الكاتر وحنا هين بان كاغبا هنهي. افلا تامرني افلا تامره بحسن الطلب وتامرني بحسن القضاء. ماذا سجن امرتي انو سفي عن وحو يديستو سمرت اني انا ماذا امرتي دينان سفي عن وحو قلتو. اذا لصاحب الحق مقالا هل لو عذر دار عمرك رسولك الهي بو عذر داري حلم يد القاض بن بو ايش. نعم. اذا مرك حديث كان وحنا كسبنينا حسن خلق النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ولي حلمه حلمه نبي كما حناقن بل وناتشي بل وناتشي وافي بوغدغي قضيه صلوات الله وسلامه عليه. اذا قفكم مركو قدن ايو حق لقول يا مركو قدن ايو ليكن خير الناس تذكر كو خير كبان حكم اذن نقضوا. باب اذا وهب شيئا لوكيل او شفيع قوم جاز. باب اذا وهب هدوه بيه اي شخص شخص هدوه بيه شيئا شيء هدوه بيه لوكيل او شفيع قوم قف وكيله او قوم وكيلك او شفيع اما شفيعه شفيع قوم هدوه بيه جاز وبنيه. لكن ما سقوه بيني مس قومك او وكيلك كاها قومك وكيلك كاها الا وحو الشفيعية ما نكتها او وكيلك اوكيهي وقوم صما وحي مركز لصي قومك بقينيا وقينيا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذا الكيسي لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. لقول النبي نبي هذا الكيس صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن نمنكي هوازن لديه جري وفد قودي حين سألوه المغانم مركي النبي مغانم تويديستين فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحيري نصيبي لكم نصيب كيغا أدن كاله وان إدن سيي وهبو نبيغا أهبيي هبيدا سنا ويد عضي. لكن أيقول لما قوني إيه وفتقاني لما قوني نقون كرأي عدي أي وكيلك كاها ينورن. حديث كوذي يقصده ذو نواتنا حديث كانوي عروة أن مروان من الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وصبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار صبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم صبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا ثم يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم العرف فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا، أي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث كان قصة عجيب له بكاه الله يا قصة سوحة يا هيد سنة دي مكة لفرتاي أو سنة دي سديدات هيد مركي النبي قو مكة أو فرتاي أيو النبي قو دولان وحكو آدين من لا يراد هوازن مكة إيا طائف بأي سؤلو تقريبا ندوغو بغالي يليحدن بغالي يتضباطن كيلومتري سوچرا لكن نقول قادو البوراء أدو بورا بضن مركا ألكا وحاد دقنا قبائل لا إسكيرة هذا قبائل هوازن لا إسكيرة قبائل كسبرك وحكم بذها قبيل كي النبي النوتشي بني سعد بن بكر حليمة السعدية قبيل كيدي بكم بذها مركا النبي وكدوا لي مال حنين لي هذا بعد قال كوك قبصة مركا دقال أذق قرار بعد عي ولا قعد كذا منك ولا تشبيه نن أن دقال أقوانا أنا مركا مضحو أهاي si ayna dadku dagaalka uga qararin boo xoolihi iyo caruurti iyo naagihi keenay furtigi dagaalka da markii dagaalkii qararadeena way jabeen way carareen caruurti iyo xoolihi way meeshii baa looga tagay caruurti iyo xoolihi oo dhan kulligood ghanimatu lil muslimiin ma noqdeen nabigu markii hore kuma degdegin ma qaybin meeshooda lagu hayo daif buu nabigu aaday daif bay mudahareereeyeen مدّي كهري رسنيد نبي عمرك وحوك قاضي حضري إيو حوك قاضي إيو بوكسو قاضي حوله إيو صبي إيو وحي إيو إذل مدّو السجية مرك بلنا يكذب أي مدان أيوة مسلمين وإيمان وين مركاب النبي قيبي صلى الله عليه وآله وسلم حوله غنيمويك إيو صبي وي إسلامين إيه صو إسلامي وفدي صادر صدرين النبي قو صادرين صلى الله عليه وآله وسلم إيه قعد سنيان إنه النبي قو علي حاله إيه صبي جيبه وأنا القيبية خلاص قعدت كم ما ركته إيه ولي بهذا الأد يا أد النبي قو لحد لين إليهين نبي يو دت كان حرده كوجشرة هو يو يمكن كنو تشيا كوجشرة هاوري راهاجين حق النوم مدى كجرا ولا راها النوم مدى كجرا الا وغزو كنوك بني بكر بني سعد ايوا سيدا النبي كو استعضاف سنه يبي مادين وانا مسلمين النبي مركا صلى الله عليه وسلم ولا حد لي وحيري لبضه اسكما ودا هلي ساني مد دورت مددك يا صبي يجيب بني دين علينا بسحوله بني دين علينا دحولا يا دتكي مركي سنمان وحالة سمينة دتك على دورنا يا سما دتكي بي دكتور مركابو النبي قو الصحابة دي الله هذا لي دتكي نوال غيبي دلا هايستا النبي قو مركز الصحابة دي بقول الله هذا لي ويري ولا لهن أيوة مسلمين هو تائبين هنا ويمادين مدنا وان سجي مددي أي فصحة هايستين ويكنا ماتي حدنا ويدي مادين أيوة والله بضع أرمود دورتي دتكي قفكي مركا نفتي سأغطي من قونا يسو وولا له دعو لنيه ولله الحمد فليتفضل قفكي إساقو الربا نسيبكي سئينو هايستو وحي كلو غنيما أما مارتي فيئه نوي مادان كسيني ناية حدا هديبو وحاو هايو صحابة دينا كل قد مركا نفتو ديبا وضي من قطي إرادين وها رسول كي إلهي بحيي وابحيني ساسدتك اللوغو علي ساسدتك اللوغو علي قبيلك هوازن مركا عروة حديث كان ورني حديثك ودير ودير هي عروة عروة بن الزبير ابن العوام أن مروان بن الحكم ابن العاص ابن عمي عثمان بن عفان عثمان بن عفان يا مروان بن الحكم أيا المأذير بأهايين يا والمسور ابن مخرمة مسور من المخرمة
مروان وقتي النبي قوال علي وقتي هجرة وحي الكذب لبا لبسنا كبعدي أيال علي لحسن سوق جيران المدينة لسوق ليي مركوا صحاب الرؤيا ولي هي مرها مرن كاسواجرا وح روايته النبي كوريان لما هيو أو توصى سيد علماء القرآن أما نكال إلى مسور ابن مخرمة كما دعوينا مروان ابن الحكم لكن له رؤية رؤية ليه رؤية دي سوى صحيح ولب الرواية نبي كان وكوري صلى الله عليه وآله وسلم ما دام سوى لحسن أجر أم مدينة صوق علي وحيو بضان صحيح النبي آخر ومميز نواها صوما مركا صحبة والله شيخ مروان لكن رواية كما لها غير هذا الرواية دي سنبقى أورينا يا هو مرسلة رواية دي سنبقى كوريو مروان من الحكم ومرسلة لكن هذا عروة مروان يا مسور من المخرم الله وضب كوريي أخبراه وحي أشيقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قام إلو إستاقي حين جاءه وفد هوازن وفده هوازن قبائل هوازن وفد قودي مركي يمادين مسلمين حال أيهن كوا مسلمين فسألوه ويويديستين أن يرد إليهم أموالهم وصبيهم إنو النبي قوسو عليو حوله دي إيوه صبي قيبا إنو قوسو عليو أي النبي ويديستين صلى الله عليه وآله وسلم مركا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحؤيري أحب الحديث إلي أصدقه أحب الحديث هذا المتك اللي وشعيل بنيه إلي أنا أصدقه ومتك رنتا ورنتا شعر هاي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم مركا النبي وحؤيري هذا الخرون هذي شيء جاي لبدو اسكمه وده هليسان حوله يا صبيقي اسكم اول هليسان فاختاروا احدى الطائفتين حولها يا ضدك مد دورتا حولها يا ضدك مد دورتا لبدا طائفه اما الصبي واما المال اما صبيقي يا ضدك دورتا اما مالك دورتا صبيقي وضدك غانتا لغو دغاي وقد كنت والله قد كنت وحن إن أنا هاي بالطبع استأنيت أي انتظرت استأنيت أي انتظرت إن الإذن سجي بهم أيه إذن لسجي مدن إذن لسجي أديك صوت هاي مدن إذن سجي بل النبي وحبه أدكتي إن صان إن إيمان دونان بقول تلاقي لي وحبه أدكتي وقد كان رسول الله وقد كان وحى أورانا ياهي مركا والروادة مروان إيو يمسور وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا وحانا ربأها رسولك إلهي إنوأها انتظرهم كيسو بي بضع عشرة ليلة دور إيا طبان مع الموض أيوسو بي حين قفل من الطائف مركو طائف كسور نقضي انتو طائف النبي وحسارك كوهي قدر بلا لهي بلا ضدك يحولها لهي اون لقيبين ماركسان ماركو حتى كسر النقضي وحسارك وكسر لابطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكوهي طائف أيو دور يطبن عشو بسيهي فلما تبين ماركو هراء وحيقو درين ايان لبضا وإن لأسوكو داري دونيه فلما تبين لهم ماركو أعدادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي غير راد إليهم إنو ننو علينين إلا إحدى الطائفتين لبضا قيبوض هل ميلا مويه إنو ننتك لو علينين مركا يقين صدين قالوا وحيرا فإنا أنه نختار واندورنين صبينا صبيغا يغاندورني ضدكي بيدورتي
نين ليرى موسى بن عقبة وكتاب مغازي يسير رأه له أي وحقوق رأي إن أي مركز دوران أي ندتك إن النبي كوي رهدين خيرتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المال والحسب فالحسب أحب إلينا ولا نتكلم في شاة ولا بعير سداسي كوي رهدين رسول الله وأن الدوران سيسي دتكي هي حوله يعني حسبك وشرفك دتكي دتكي هي شرفك هي حوله بأن الدور الزيسي دت كان دور النبي يرهدين مرهدا دتكي هلني خي يرتي منا كما هلينه يا سيداس النبي كوي يرهدين صلوات الله وسلامه عليه. فإننا نختار الصبي نبي يرهد صبي كان دور النبي سيدا مركي يرهدين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي استاجي في المسلمين مسلمين تي بكدح استاجي مساجد كيبا لجوغي منبر كون نبي فولي فاثنى على الله بما هو اهله الهي بو اماني وحعلم مدي هي بو اماني حمد الله واثنى عليه بما هو اهله وحعلم مدي هي ايو الله كو اماني ثم قال النبي وحير اما بعد انت كذب وحبذن بو النبي استعمال جري اما بعد ان بذن بو استعمالي مسلمين تبو هذا الكوتشي ديو النبي وحير فإن إخوانكم ولا لهين هؤلاء إكوانا نبي ومركا وحو إشارة يا وفدقي هوازن قد جاءونا وينوي مدين تائبين أي مسلمين يو مسلمين وكفرقي كتوبت كيلي كسر نغضي بينوي مدين وإني أنقنا قد رأيت وحن رأيي يون أركي أن أرد إليهم سبيهم سبي قودي إن نعليه تابا قوان صدق رأيي قوى السداس سبي قينا دل نبي قعان تساعد أقو مجره دادكي باك لقاتي هذا وحي بكل عين يعني ملكي وحي نقضان دادكري أي قعمه دي بكو جيران. فمن أحب قفكي اتشعل منكم أدنك حالو إذن كم ديهي أن يطيب بذلك أرنتا إنه قلبي جيسو سي قلبي وناقة أو أفلو أو أوسا أوسا مايو فليفعلها سمايو يعني أن يطيب بدفع السبي إلى هوازن نفسه مجانا نفتيسو هذا يصير الرحال لكتهاي إلا وحو حاجرة آذن قوري آذن قوري كرين وذن بحين كرين ونفط ربطه لكن نوع من الإحراج هو كجر بحين تيسا صوما نبي مرة بوصاص وعن ربا نفتو دو طيب اني بحيان قفكي ربا سيدا انو يالو فليفعلها سمعيو. ومن احب قفكي ان شاء الله دا او منكم انك ايدن كمدا ان يكون على حظي نصيبك سي حظي سينو هايستو الا وحقه لي هاي سوما قفكي دون ينا حد هب بحيو لكن وحنو بلن قادن ان بدل كيو دسينو حد وحو هايو هكينو لكن وحنو بلن قادنا إن أنسينه حتى نعطيه إلى أنسينه إياه إسكا من أول ما يفيء الله علينا وحأقوه الرئيو إلهي قارضا نقسيه إن أنكسينه قفكي دوني إسكنا فليفعل هالسمعي قفكي أن وحبك دونين عن طيب النفس سوء ليبيا أوعلني ولا له الضدك كايستان هالسمعي قفكي له ميان وحقيقة مؤقلي هذا هب حيو احنا نبلن قادنا بدل كيسين سيده ابو النبي كويري. فقال الناس دتك وحي رهدين قد طيبنا ذلك لرسول الله قد طيبنا قلبي يغو و و و و و ونكسن يحي او سي قلبي وناقه ايانو ارنتا افلنينا ذلك ارنتا لرسول الله بان قلبي وناجرنا ما دام عدس النبي قوي يحي والنبي بحيه ما دام ايهين صلى الله عليه وآله وسلم. مركب حير أهدين وقد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم سيسمى النبي السيي أيها أوسي أوعليي قلبك يقوى وطيب كويهي وأنا كينينا هذا بدتك مركب سيدة أهير أهدين وحالك يا بدتك قاركود إنين وضع أهين ساس إنين وضع أهين وحمارتي شعلان لهي محوظ إنين هايستان اللودة أيها أما اللودة بدلو لكن أي آم حسين
لو عيبوبيان مرق مسلمين تي وهذيب النبي يقول داين النبي يقول مدين قف كل يره هذا وحوقا مرق النبي صلى الله عليه وسلم طبيب القلب صلوات الله وسلامه عليه سلامه وسلامه عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أمرك وكيري إن أنجو لا ندري مؤجن من أذين منكم في ذلك قفك إذني وقلب وناك وإذني وبحيي ممن لم يأذن قفك أن إذن مكلا نقان إن الحشوتان ذكرى فارجعوا هذا اللابتا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم عرف ذي أضياشين يكا بقبيل الذين إلى أين جئنا وركين النسوق جرسينا ينسك اللابتا وكل اللابتين قريه هذا يقول اللابتين نبي ومركا إلا قلوا والبقويس والبوحولها عريف قف أضيا وقويس كيس اللي قال حريرو يعني هبل هذا وقويس كاقر بري فلان أمباد أضيا وتهي وحي أيقو قبان وربا يوحي أي ربان سقا وصو قاضي النبي صلى الله عليه وسلم ووركو ذا سوق جرسينا مركا عرفدي إنه إلى أي وركا نسوع عليا نسكتا قبو يرمرك. فرجع الناس دتك وي لابتين فكلمهم عرفاؤهم عرفوا ذي بالله هذا الشيء ويرهدين بل كلا عدايا قفك النفتي سو أي محوها أولا أكسنتها إنو وحان عليو إي قفك عيل كقبة كلا الشيقة النبي إن كي قد بني مركي سيدا ويرهدين وأقول هذين مرك كل قد ووضع أقول هذين. فرجعوا ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذي بصول الله بطول نبي أصول الله بطي فأخبروه النبي بي أشيقين أنهم إيقوا قد طيبوا إنيكو قلبي ونكسيهين وأدنوا أين إذنين سذابوا مركا النبي علي صلى الله عليه وآله وسلم هذا عرف ذا أنت تكلم علي ما يقى قاضنا يا مثل عدي أي كأهايين مسؤول كي وفتك كأهايين بلو علينا يا عدي بلو علينا يا وهي يقول نفته ذا شبك أقول شو بنا جرما وعكروا جرت حولها وإحنا النبي حقي سأدي النبي هو علي حوله وإحنا النبي حقي سأدي النبي هو علي وطن الصامر نقصه باللوني ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لفتها وازن حين سألوه المغانمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم نصيب كي قديك عليه ويدين علينا أما نصيب الآخرين إما المال وإما الصبي صبي جي دورتين مال ولا تبع أنكرة مال ولا تبع أنكرة نعم. إذا بابكم محوها باب وكالة الشهيد والأنا باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز هذا الصبي قيال سيو لودي بي وكيل قوم وكيل قوم وشفيع قوم وهو أقاد قوم كما أقاضيهم سوما قادنا هو قاديه صبا مثلا هدي تد ميل شوغا اي دد درسدان يرادان ارينتا يدا جيريا او غر يو مارتي مخو اي ارغا ايهين وخي اي جيان راي غودا ما اهي قوم كودي بي كوادان صبا وخي لا سو يرادان قوم كودي بي او قادين قف واساس مرك ليس لنفسه وانما وعد وكيلك كي هي باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس هل هو جائز أم غير جائز. باب إذا وكل رجل ننهدو وكاشو أما الشخص هو وكاشو رجلا نكر وكاشي محو وكاشي أن يعطي شخصا شيئا قفه يقفك هبل وحسيه وحسيه يري بس وحي أصين لها مشيقين ولك هبل هدو كوي مادو وحسيه يري ودكان كادي قفك كوتشو قوك هلا أدوكنا دكان كم مغان تاهي هبل هدو كوي مادو وحسيه وحيات وحينا ما تشيقين ولم يبين كم يعطي منع الدين كم يعطي كم يعطي
وكيلك أبو عضين أنت سيمد هنا وحسي أم بويري فأعطى على ما يتعارفه ما يتعارفه الناس أمرك وكيلك سي يقفك وعرف قدتك اللي يقانه على سبيل المثال وحسيد الدكان كو مركز جوكتو وحن قفك الله سيني وحن نولي وايس وحن نولي وما الله سيني عادة عرفي كما قال لك جوكتو قفك ساسو كالتاهون مانتو انقاتشون وحن غيركي سيدبك وقشتو هديتا هاي وحن عرفي كعام كاهم حين قنسا طبنكن صما طبنكن ساسا عرفي كعا وحن غير دبك مانتو قشتو دبك كده سيهاي طبنكن صما مركا وحين عادوا ما أذبق عابين وأنت سيم هذا أرد وحي عرف إعادة الناس أهيد بمركز سيئي وجائز وجائز نعم ولم يبين كم يعطي فأعطى أي الوكيل ذلك الشخص السيئي ما يتعارفه الناس في هذه الصورة فجائز وجائز وي الوقت ما يسعفنا نختصر على هذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك